بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، بعجالة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله، أذكر بعض خصال وردتنا عن الرازي رحمه الله، وهو حين قصد الإثبات والاستدلال على وجود الخالق ما سار في مسارات كثيرة، منها كونه استدل بصفات الله في الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الإنس والجن، خلق الجنة والنار، خلق الملائكة عليهم السلام، وبعد خذا مسار آخر هو مسار تحدث فيه عن إمكان الأجساد والكواكب والمجرات، وقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين من رأى نجما قال هذا ربي، وبعد القمر، وبعد الشمس بازغة، وبعد وقت يراهم كلهم سيرين إلى الأفول قال أنا كفرت بكل هذا، ليس لها هذه الكائنات كلها، ليست لها أهلية ولا شرعية، مش أعتبرها إلها، حيث هذا كل حادث ليس بقديم، الله ليس له أول ولا آخر، بل هو خالق الزمان والمكان، فلا يمكن للمخلوق أن يؤثر على الخالق أو يحكم عليه أو يقلل من شأنه. ثم من انتقل الرازي رحمه الله وبارك الله فيه إلى عالم الأنفس وعالم المستقبل الآفاق ليزوريزون فيتور. رب يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني الله قال سامستوى، يعني في القريب العاجل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ستتضح عدة حقائق للثقلين، أن الله سبحانه وتعالى من خلال حقائق الأنفس ومن خلال ما تتميز بالآفاق المستقبلية سيرون أن القرآن حق ولا جدال في ذلك، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه والرحمة.